حنايا اليوم تنعيشوا عرس رياضي كبير ما بين أشقاء عرب، وجاء النصر، وهذا النصر هذا تنهديه كهدية عيد ميلاد وعيد الشباب ديال صاحب الجلالة اللي شرفنا بالمكالمة الهاتفية. وحنايا كل المكالمات سيدنا الله ينصرو تيكلمنا، ولا الرجل تتزيد تكبر وتتزيد تكبر وتزيد تكبر. حنايا محظوظين اللي الحمد لله تنحظاو بالشرف ديال المكالمات والتهاني ديال سيدنا، فهذا تيحفز اللاعبين، تيحفز كرة القدم والرياضة في البلد ديالنا العزيز. وحنا الحمد لله غاديين في الطريق ديال التنمية، وتنتمناو في كل القطاعات، لا الرياضية ولا الاجتماعية ولا الاقتصادية ولا الثقافية. فهنيئا لبلدنا وهنيئا لصاحب الجلالة على الاستراتيجية المتنورة ديالو اللي تتأدي بنا دائما للنجاحات. هي أنه تهني اللاعبين والقوم التقنية والطبية، وتهني كذلك الجماهير الرجوية. فحتى حنا تنهنيو سيدنا الله ينصرو بعيد الميلاد ديالو بكل مكونات الرجاء، بكل أعماق الرجاء، بكل تاريخ الرجاء تنوضعوه ما بين أيادي الشريفة صاحب الجلالة.